أوصدت كل أبواب السياسة، ولم يكن هناك غير التصعيد العسكري كخيار أكثر ثباتاً على مدار العام 2017. هذا ما بدا عليه المشهد، وهذا ما لخصته الأحداث المتعاقبة منذ بداية العام، عام حمل الكثير من التطورات واشتعلت فيه المواجهات على مختلف الجبهات، وشكل المسار العسكري مرحلة جديدة انعكست على واقع الجبهات المندلعة منذ أكثر من عامين. في بداية العام أطلقت قوات الجيش عملياتها في منطقة البقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، فيما واصلت القوات عملياتها العسكرية في جبهة صنعاء ومأرب والجوف وتعز. مسار المواجهات في الشمال، وعلى الرغم من أنه حظي بمتابعة واهتمام كبيرين، إلا أن ما أحدث تغيراً جذرياً في الملف العسكري كان من نصيب المناطق الجنوبية، بعد أن بدأت قوات الشرعية مع التحالف العربي تحركها في الساحل الغربي. عملية الساحل الغربي التي أطلق عليها آنذاك اسم الرمح الذهبي هدفت إلى السيطرة على خط الملاحة البحرية والتحرك صوب محافظة الحديدة. المشهد العسكري والذي تغيرت ملامحه تدريجيا بتحرير ميناء المخا ومديرية الخوخة والسيطرة على معسكر خالد كان له تأثير أيضا أسهم بتحريك الجمود في جبهات أخرى منها بيحان شبوة ونهم شمال صنعاء. وإضافة إلى التصعيد الذي شمل مختلف الجبهات شمالا وجنوبا، شكل مقتل صالح وانقسام تحالف الانقلاب مرحلة عسكرية وصفت بالجديدة، لكنها سرعان ما انتهت بعد نجاح ميليشيا الحوثي من إجهاض ما وصف بانتفاضة صنعاء. وأصبح الوضع السياسي والعسكري في العاصمة تحت سيطرة الحوثيين. متغيرات كثيرة رافقت المشهد منذ بداية العام 2017، جميعها قلصت من الخيار السياسي ورفعت حظوظ الحل العسكري، لكن في المقابل يبدو الخيار الآخر غير واضح قياساً بحجم الاعتراض الدولي من فكرة الحسم العسكري لطرف معين.